اليوم هو انطلاق سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية اللي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وكل الفاعلين الاقتصاديين حول المعاليم الخصوصية التي سيتم إخضاع قائمة من المنتوجات والقطاعات عند دخولها إلى السوق الأوروبية بداية من سنة 2026. القائمة هذه مهمة بالنسبة للجانب التونسي، تشمل عديد المنتوجات المهمة كما الحديد والصلب، الألمنيوم، الإسمنت والفوسفات والمشتقات، كل ما هو أسمدة. والملتقيات هذه الهدف منها هي تكوين المؤسسات حتى تعدل من آلية الإنتاج ومن أساليب الإنتاج حتى تكون في المستويات المسموح بها، باش ما تكونش خاضعة للمعاليم هذه وتحافظ على التنافسية نتاعها وتحافظ على تواجدها في الأسواق الأوروبية، لأنه المعاليم إذا كان تخضع لها المؤسسات بطبيعة باش تمس من التكلفة نتاعها ومن التنافسية وتصبح غير قادرة على مواصلة تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية. هو الدعم بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يكون على ثلاثة مستويات، فما مستوى الإصلاحات للمنظومة التشريعية التي تحيط بإشكالية الطاقة بصفة عامة، وهنالك تعاون كبير بين المؤسسة نتاعنا والحكومة التونسية من أجل تطوير المنظومة التشريعية، وقاعدين نشوفوا في النتائج نتاعها، حيث أن هنالك العديد من الاستثمارات التي قاعدة توا تدخل حيز التنفيذ في مجال الطاقات المتجددة. هذا جانب من الجوانب. فما جانب التمويل، وإحنا بنك وكبنك عندنا تمويلات للجوانب حكومية وكذلك للقطاع الخاص، وهنالك تمويلات كبيرة مرصودة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأخيرا هنالك جانب الدعم الفني، وأنا بصفتي مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتوسطة نجم نقول لك اللي منذ انتصاب البنك في تونس عام 2012 دعمنا حوالي 1900 مؤسسة صغرى متوسطة، والكثير من البرامج التي نقدمها في شكل هبات لهذه المؤسسات هي برامج في نطاق التحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة.